الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون. وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشبه للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. وأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا فردت نور. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون. ولئن أتيتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال أما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا موسى وبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة الرسول كذبوا واتبعنا بعضهم بعضا فجعلنا محادث وبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخوها بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه واستكبروا وكانوا قوما آلين. فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مسرفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قول أم جاءوا ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج خير وهو خير الرازقين فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ما استكانوا لربهم وما يتذرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت والاختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وإذا منا إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من عظم فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو أجير ولا يجهر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بذكر بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم ما يصفون قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفأ وجوههم النار هم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقواكنا وكنا ظالمين ربنا أخرجنا منها فإنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سحريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تذكرون
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في العرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادل. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليك كان من الكاذبين. ويدروا عن العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا الشر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا ما هذا إلا إفك مبين. لولا جاءوا عليهم ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة والآخرة لمسكم فيما أفاتم في عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وآياتكم أن تعودوا لمشابة إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عذاب أليم. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفاتم في عذاب عظيم. لولا إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعدكم الله أن تعودوا ولولا فضل عليكم ورحمة ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعدكم الله أن تعودوا لمثلها أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن الله يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
ولا يأت أولي الفضل منكم ولا يأت الفضل منكم وسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك البراءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا في أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما مخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يهنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يهنهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم البغاء إن أردنا تحسنا لتبدأوا أرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله بعد ذكرهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة بركة زيتنة لا شرقية ولا غربية يكاد الزيت يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال.